ولعله يعني يوضع لذلك ميزانيات عظيمة فضيلة الشيخ فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لمثل هذه الأحداث. ولله المكر جميعا. يعني إذا كان اليهود عندهم مكر والنصارى الصليب أهل الصليب عندهم مكر، فإن لله المكر جميعا سبحانه وتعالى، ويمكرون ويمكر الله، فيرتد مكرهم عليهم ولو بعد حين. هذه يعني الأشياء يعني التي ينفقون فيها الآن أموال ضخمة جدا في قضية الإعلام والسيطرة على الإعلام وعلى الوكالات وعلى يعني الصحف والمجلات، ويشترون ذمم إعلامية ويرشون الصحفيين ويحاربون كل واحد يحاول نقل الحقيقة، ويفصلونه ويعزلونه ويشهرون به ويعملون له فضيحة ومكيدة. لكن تبقى هنالك أشياء، تسريبات مثلا معينة، عندهم مكاتب للتضليل الإعلامي، مكاتب استراتيجية تخطط لهذه الأشياء، ولكن كما قلنا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سبحان الله. وهذا الشيخ فيما يتعلق بمسألة اجتزاء الخبر، يعني أن يؤخذ من الخبر جزء معين يخدم يعني أمرا معينا تنقله هذه الوسيلة، ألا يعد هذا من المحاذير التي يعني يجب التنبه لها فيما يتعلق بالتعامل مع الأخبار؟ بلى، بطبيعة الحال. نحن أصلا الآن المفترض يعني نطالب إخواننا من المسلمين والمسلمات أن يكون عندهم حصانة وحصافة، وأن يكون عندهم وعي في قضية ما هو الموقف عند سماع الأخبار، لأن الأخبار فيها كذب وفيها تضليل وفيها تعتيم وفيها اجتزاء أيضا، وفيها انتقاء، يعني ينتقون أشياء معينة يذيعونها يخفون البقية. خدمة أهداف معينة. أي، ولذلك يعني بعض أقسامهم الإعلامية تتولى انتقاء المادة المعروضة أو إعادة صياغة الحدث والخبر، إبراز بعض الجوانب، التركيز عليها، إهمال جوانب أخرى، تهميش جوانب، استخدام صور ذات دلالة معينة، إخفاء بقية الصور، تسليط الأضواء على جزء معين من الخبر، تغييب أماكن أخرى وتهميشها. هذا يعتبر من يعني التدليس والغش والكذب الكبير. ومثل يعني لو واحد قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة صحيح. وسكت، لا تقربوا الصلاة، لكن لو أكمل وأنتم سكارى. هناك غرف عندهم لغسيل الأخبار، مشاهد يتم تلفيقها وتزويرها لخدمة توجه معين، مشاهد يعني طبعا تتعرض لأشياء كثيرة من التدليس لأجل خداع المشاهدين الذين تبث عليهم. ولذلك الله عز وجل في كتابه يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولتستبين سبيل المجرمين، لتظهر سبيل المجرمين لك ولغيرك من المؤمنين، وليتبين لك، ويميز الله الخبيث من الطيب، وحصحص الحق، والمنافقون عندهم أشياء والله يكشفها. هذه أشياء تجعل المؤمن لابد أن يكون على قدر من الوعي في كشف الحقيقة ومحاولة الوصول إليها، وإذا ما استطاع من كثرة التدليس يتوقف عن تصديق ما يبث حتى يصل إلى طريقة للتأكد. طيب فضيلة الشيخ، فيما يتعلق بكثرة الأوهام والأخطاء في نقل الأخبار، يعني نلاحظ في بعض وسائل الإعلام مثلا أنه بل يعني يمكن يندر أن يكون الخبر موحدا في يعني عدة وسائل، تجد أن هناك تناقض في مثل هذا الخبر، هذا أيضا يعني كيف يمكن للمسلم وكيف يمكن لمن يستمع لهذا الخبر أن يحذر من هذه الأخطاء؟ يعني هذا قد يحدث بقصد وقد يحدث بغير قصد، يعني الطبيعة البشرية تخطئ. وأحيانا بعض القنوات تتراجع عن الخبر، تراجعت وكالة كذا أو قناة كذا أو جريدة كذا اعتذرت لأنها ذكرت شيئا غير صحيح. لكن أحيانا تتضارب الأنباء، وقد ما تتضارب لكن هم يقولون أنباء متضاربة عن كذا، مع أنه الحق واضح صحيح. ما في متضاربة، لكن أحيانا يتعمدون هم إثارة التضارب، وهذا يثبت وهذا ينفي وهذا يؤكد وهذا يشكك
ومزاحمة الأخبار الكاذبة للأخبار الصحيحة لحجب النظرة الواضحة للحقيقة وخلط الغث بالسمين والحق بالباطل حتى لا تتبين الحقيقة الكاملة، وأيضا يعني تعريض الخبر للتحوير والتغيير والزيادة والنقصان، وربما يكون ككرة الثلج التي إذا تدحرجت صارت صحيح. يعني شيئا كبيرا، وكما كان الحديث يخرج من بعض الكذابين شبرا فيصل ذراعا في العراق من كثرة الكذابين اللي في السلسلة. وقد خلصت بعض الدراسات لأن 70% من التفاصيل تسقط خلال 5 أو 6 نقلات للخبر من فم إلى فم، ولو ما كان هناك فترة زمنية كبيرة فاصلة في النقل، حتى تنتهي الواقع على خبر مكتظب مضاف إليه مبالغات أو مخترعات. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية أو لها بعض الحقيقة، فنميت بالكذب والزور، وخصوصا من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل أو عرف منهم الهوى. طبعا بعض الناس عندهم شهوة نقل الأخبار بسرعة، إذا سمع خبر يبغى يطير يقول أو أنا أول واحد علمت، أنا أول واحد جاب الخبر، أنا أول واحد جاب العيد هو جاب. فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع، وبهذا يعرف دين العبد ورزانته وعقله. وحتى لو ما قال أنت الناس أنت أول واحد جبت الخبر، يعني المهم أنك تجيب خبر مؤكد، ما هو المهم أنك تجيب أو أي أول واحد جبت الخبر أي خبر. يقول ابن خلدون رحمه الله: التحقيق قليل وطرف التنقيح في الغالب كليل، يعني ضعيف اللي ينقحون قلة، والوهم نسيب للأخبار وخليل، يعني دائما يرافقها، والتقليد عريق في الآدميين وسليل. فالنقل كثيرون والمتبرعون بالإيصال كثيرون، وقد يكذب بعضهم كذبة يعني ثم يعني يصدق هو مع أنه هو الذي كذبها، كما قال حسن البصري رحمه الله: خرج عند رجل البصرة فقال لأكذبن كذبة يتحدث بها الوليد. قال الرجل هو نفسه: فما رجعت إلى منزلي حتى ظننت أنها حق لكثرة ما رأيت الناس يتحدثون بها. هو نفسه الذي افتراها. وهذا من نقل الشائعات شيخ محمد. نعم.